حاول يمر هنا مع تنقطع توصل يوسف سويد هدف الجول جول اول هدف لمنتخب الكويت اول هدف لمنتخب الكويت الدقيقه 19 من الشوط الاول علي يشوف يوسف سويد ضيع زلمه بروس حط الفرصه الثانيه شوف الجول هدف الجول هدف الجول سجل حلوه حلوه شايفين يحاول يمر فالح يلعب الكرة لفيصل لفالح اللي شاط حلوة بالجول الله حلوة شوف شلون شوف شلون شوف حطها بالجول بلوشي شوف شلون شوف شلون شوف شلون حطها بالجول حطها بالجول جول وحسن وحسن القاضي اللي راح يشوت مو حسن مطر حسن القاضي كرة لعبها القاضي قدام الجول راح يضرب الجول راح يضرب الجول جول 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 حلوة جول 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 وزاد المطر وحط جول حط جول شوف شلون طلع حلوة بالعرض منصور انما حسن مطر وطلع له وحطها على في بطن الجول انما طلع توصل ناحية يوسف سويد يوسف سويد يلعبها قدام منتخب الكويت راح يحطها بالجول جول في جول 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 شوف شلون لعبت العالية حطها وحطها بوزارة محرز الهدف الثالث